بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عايز اعمل PDF يكون متفاعل في زرار تدوس عليه او يكون في خانة تكست تكتب اللي عايزه فيها ويسايف PDF، الحاجات ديت ممكن نعملها من قلب البرنامج عن طريق الزرار ديت. هلاقي هنا ان انا اقدر اضيف خانة مثلا صح او غلط، تمام؟ يبقى انا لازم اعمل هنا تكست اساله مثلا انت موافق على الحاجه دي ولا لا. لو موافق هيعلم، لو مش موافق هيسيبها علامه غلط. فتقول له مثلا هل انت موافق او هل انت حمار حمار، يعني اي سؤال ممكن تساله وجنبيه الخانه هنا بحيث ان هو يجاوب صح او غلط. ممكن تكتب هنا اي PDF تكست فيلد، تمام؟ اي كلمه انت عايز تكتبها هنا. ممكن تقول له انا عايز هنا باش بوتون زرار يدوس عليه بحيث ان هو يبعت الحاجة. ممكن تقول له انا عايز كومبو بوكس يقدر يختار منها، تقدر تبرمجه، تقدر تحط الحاجات يعني الاختيارات اللي موجودة، وتقدر تقول له انا عايز مثلا الزرار دي تبقى نوعها ايه، الاوبشن اللي تقول الاكشن هيعمل ايه. تقدر تكتب حاجة مثلا بالجافا سكريبت. بعد ما بتعمل الفورمة بتاعتك وتظبط الشكل وتظبط الزراير اللي انت عايز تحطها، عايز تسيب بقى الشغل ده كPDF، فاقول له فايل اكسبورت. بتلاقي ان البرنامج بيسيب بكذا امتداد، منهم صورة SVG. انا هقول له انا عايز اصدر PDF، فبيقول لي خلي بالك في بعض المشاكل، في صورة مثلا عايزة تتظبط مع نوعها GIF. فبقول له تجاهل الموضوع الصورة دوت. فبيقول لي انت عايز تسيف الصورة باسم ايه وموجودة فين، فبقول له سيفها لي بالاسم دوت على الاف. عايز تصدر الصور كلها ولا صورة، عايز تصدر كل الصفحة ولا صفحة معينة، عايزه يضغط بأني طريقة، اكروبات 4 ولا 5 ولا 6 زي ما انت عايز. عايز تكون لك صورة مصغرة للصفحة على جنب، طريقة الضغط بتاعت الملفات، الفونتات اللي انت عايز تضيفها للملف. هنا ممكن تعمل اكسترا، ممكن هنا فيور يبقى فيه زي تأثير مؤثرات مثلا للانتقال من صفحة لصفحة. ممكن تعمل مثلا مؤثرات لكل صفحة. الفيور عايز تشوفها بأي شكل، سنجل بيج ولا كونتينيوس ولا دبل بيج ليفت ولا دبل بيج رايت. السكيورتي تعمل كلمة سر. الالوان انت هل انت تحطها على الويب فيشوف لك الالوان الانسب للويب ولا هتطبعها ولا عايزها ابيض واسود ورمادي. طيب بقول له سيف، بيبدأ يصدر لي الملف. اروح على الاف الاقي الملف هيظهر معايا دلوقتي، هو دوت. الاقي الصفحة اهيت، هتلاقي الحاجات اكتف معاك وتبدأ تشتغل معاك زي ما انت عايز.